ريس حاكم اخر قطر لسه عليه بدري. طيب بس عدى من المؤاخذة انا مش هقدر اوصلك لان انا مستني ضيف في قطر الخمسة اللي فاتت. ها لا لا ولا تبقى بنفسك وطمن كلاني بيه. ها قول له بكرة هيسمع خبر فؤاد المنياوي ان شاء الله. سلم لي عليك خير. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. سلم لي عليك. اوصل اوعى تنسى. طب ايه بسوقي واحد الله؟ من واحد الله بتاعت مراجل ما تقدر. تعالى معايا. أنا شايفك بتقبض فلوس. لازم أعرف إيه الحكاية دي بالظبط. طب إيه هتدور أول؟ الله، ما أنت لازم تعرف. قول لي، عملت كده ليه؟ ما أعرفش، هي جت معايا كده. كنت عايز أعرف أي سكة من سكك عصران. أنت كده وديت نفسك في ده؟ أبدًا، مين قال لك؟ ده أنا اتفتحت لي ضغط القدر. بص. إيه دي؟ باقي معسل؟ فلوس هتسوق. جبتهم ازاي؟ هو اتفق معايا اقتله قتيل والفلوس ده عرفوه. انت عرفها؟ وهو مش عرفه ان انا عرفه. هو اتفق مع عصران وعصران هو اللي قابض. طب وعصران لما يعرف؟ يعمل اللي هيعمله. بقى وانطجي بحب الكراكين. ثم هو ايه اللي هيعرفه؟ الله، مو لازم يعرف الا اذا كنت ناوي تقتل بجد. وانا هقتل لوحدي؟ الله، مش احنا شركه برضه؟ راح عرفه الا انت ناوي تقتل وتجرجرني معاك. الله، ويعني انت تبقى شريك في الفلوس بس؟ جرايات سوق. لا يا عم، اديني نصيبي وانت حر. انت ماشي الكلام. حقك ماما. ايه دول؟ 200 جنيه شوية؟ طبعا شوية. ولا تزعل نفسك هتسوق؟ خد كل الدول علشانك، بس انت اللي تقتل وتتحمل المسؤولية، وانا راضي بالمئتين جنيه اللي مش عاجبينك دول. رضا. انت هتورطني ليه يا عم؟ انا بتاع اكل ولا اقدر على عصاية الضبح. هات، خليه راضي بقليله. احنا اصحاب وشركة، والسر لازم يكون في بير. ايه؟ السر لازم يكون في بير. وما اخوه على شغلك انت. السلام عليكم يا معلم شلبي. اهلا. عارف عاوز ايه؟ اجيب لك شويه شغط ولا ايه؟ شغط ايه؟ نزل لي الفخده البتلو دي. الفخده البتلو دي؟ وتوضبها كمان، يعني تشيل الشغط اللي فيها علشان تبقى تاكله انت. الامر لله، انت تؤمر يا ابن الاصول، بس الاول اشوف الفلوس. اهي الفلوس اهي. تعالى بقى. دي. ايوه. خليك حنينة يا شلبي. على الحلوة هعيش وعلى المر هعيش. عارف عيش اللي طيب، بس يعني لما الحكاية بتزنق معاه بيبقى مش هو. معلش يا ضنايا استحملي، وبدل ما تشيلي الهموم شيلي معاه. ما تخافيش ياما، مهما حصل انا لا يمكن هرجع لبهدلة الارامل والمتطلقين ابدا. وربنا يقدرنا على عيشة. حضر لي كمان فوق اللي حضرته 5 كيلو للسفنة. فكدي كلها مين يا عرفة؟ ليا. كده بتعصر ولا ايه؟ برايا عم احمد الفكهان. الله، هو ربنا خلق الفاكهه دي الناس وناس لا؟ ولا احنا فاكهتنا جماز وطول؟ وشوف حسابك ده. يا ده حنفي، حنفي يا سوكه. مالكش دعوه بيا يا عرب. تعال، عايزك في شغلانه. تعال خلاص براءه. اوعى تكون ناوي تقدر يا عرب. اخد دورك التخيبه. لف لف، عايزك انا. جهزت كله عم احمد. حسابك كام؟ 20 جنيه بس. شيل يالا. هو انت ما بتشيلش ليه؟ الله، شيل يالا بلاش غلبة. طم راح. فين الفاكهة دي؟ عندي في البيت. عندك انت؟ ايوه عبد، انا مش مال عينك قد ولا ايه؟ نزل هنا حلب. مشوار يهد الحيل. انت لحقت تشتكي. امال انا اقول ايه؟ ده انا يا ابني ياما شلت وياما طلعت سلالم وياما مشيت. ربع حلب. ايه ده؟ ربع جنيه؟
ازاي ما لو انت عملت المشوار ده ولا شلت الشيله ده هتاخد فيه ربع جنيه؟ لا انا اخد جنيه. اشمعنى بقى بتديني ربع جنيه؟ علشان انت لسه مستجد وانا اعتبر المعلم بتاعك والاصول تبقى التوصيله كلها مجانا زي الحلاقين اما احلقوا البعض. ويلا بقى ورينا عرض كتافك. ايه يا ورده؟ طبعا انت جيت يا عرفه. ازيك يا ورده؟ ازيك يا حنف؟ ايه اللي انت عملته ده يا مضروب؟ ما لقيتش غير عرف عشان تزاحمه في رزقه؟ لا لا مفيش حد بيزاحم ولا حاجه، احنا ربنا اكرمنا، مش شايفه اللي تحت رجليك؟ ده كله بالسلامه انت يا حنف. يلا كل ده لينا يا عرفه. لا للجيران. بالسلامه انت يا حنف. بالسلامه اخويا. ايدك معايا. ايه عملت ايه يا مرسي؟ كله تمام يا سعادة البيت. انا قابلت عصران الطابع، انما ايه طبع صحيح وافق. قال لي سلم لي على فلاني بيه قوي، وقال لي ان سعادتك تؤمر وهو عليه ينفذ. يعني هيخلصنا من المنياوي ده امتى؟ قال لي جنازة المنياوي هتكون بكره. انا لله وانا اليه راجعون. والسلم الفلوس؟ ايه والله بكرة بعد الجنازة تفوت عليه وتسلمه بقية الأتعاب وزيادة 500 جنيه. الطبع مفيش أخوه في المنطقة. اللي يشوفك النهاردة ما يشوفكش امبارح وأول يا عرف. أنت كم مالك يا أخوي؟ لا لا حاجة يا وردة، بس ما كانش فيه مزاد. وإيه بقى اللي رجع المزاد؟ الفلوس. الفلوس يا وردة هي اللي رجعت المزاد. الفلوس بترم العظم زي اللحمة تمام. وجبت الفلوس بقى منين؟ ولازمتها ايه البعزقه دي كلها؟ رزق يا ورده. هقول لك على كل حاجه بس بعد ما اتحمر لنا حتتين لحمه. صدقي ان انا جعت تاني. والله في سماه. نعمل اي حاجه الا ما تفهمني الحكايه من الاول للاخر. ماشي بس بعد ما اتحمر لنا اللحمه. بلدنا الفوت ده استغرب بقى. ده طلعت حمار. قال ايه وقول عليه صاحبي. الله ده غدر بيا. كان قلبي حاسس انك داخل عليا وشايل معاك مصيبه. هي فين المصيبه دي يا ورده؟ انا مش هقتل حد، ثم ان المنياوي ده انا ما اعرفوش ولا اعرف شكله حتى عشان اقتله. يا ميلي بختك يا ورده، يا ميلي بختك، منحوسه من يومك. جوزك الاولاني يموت في حادثه والتاني يموت مقتول. الله لحقت تقتليني وتنوحي عليا كمان؟ تقدر تقول لي هتفلت من عصران الضبع ازاي؟ ولا الراجل اللي اسمه كلاني بيه اللي انت نصبت عليه؟ ولا المرسال بتاعه؟ ولا تسوق الاهواجي؟ ماله تسوق الاهواجي؟ الطمع هيعمي عينيه واكيد هيفتن عليك. قال ودخل عليا يا اخويا زي الحصان. انا قلت يا ما هنا يا ما هناك. برقاه ورده، انت عليك تحمري اللحمه وبس، وانا عليا ادبر اموري بمعرفتي. وزن على دماغي، انا مش عايز بعد كده، فاهمه؟ ما تفتح ما تفتح يا اخويا ولا حتى تقول مين. ما هو اكيد عزرائيل اللي بيخبط. مين؟ انا ابوي يا عرب. شفت اكيد جاي وجايب لك بلوه مسيحه. عايزاه يا تسوقي. جاي هاني وبارك على الجواز. لسه فاكر؟ انت مش جاي عشان كده يا تسوقي، وخلي بالك بقى انا عارفه كل حاجه. حس كده بقى، انا عايز احكمك بيني وبين جوزك. يرضيك عرفه؟ عرفه اسلمنا يا ورده. ده الكلام يا عرفه جرأت.